بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله أن يخفف يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم Thank you.
إلا أن تكون تجارا إلا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن وكان ذلك على الله يسيرا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما سوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. وبما أنفقوا من أموالهم mm-hmm.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما فالصالحات طالبات واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما Yeah.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.